بعد ما خلص زلزال أول اجى زلزال ثاني مباشرة، قام بهدم البناية من الخلف وبيت الدرج، وفي في بعض بنايات وقعت وقعت. حاليا باركين هون، انا عندي الوالد وهدول من وقت طلعت من سلعي لهون ما عم يسترجوا يبركوا في البيت خالص خالص. والدي عمره 73 سنه ووالدي عمره تقريبا 60، ما عم يسترجوا يعني. فاضطرينا اخذنا لهم خيمه لحتى بس هون لحتى يحسنوا يناموا لهم بس ساعتين ثلاثه مثل خلق. هذا المكان هو مخيم طوارئ طبعا، لحد الان ما صار مخيم. ايوه الناس باركي في اخذ خيمتها على امل ان شاء الله يعني تفرج الامور، بلكي الناس تخلص يعني. الناس اكيد ما هي مبسوطه في بركته هون، لانه مثلا تواليتات اليوم جابوا لنا مي الله يعطيه العافيه، تواليتات لسه ما فيها تواليتات يعني تكفي يعني خدمتها عاديه، ما في نظافه، سلال نظافه ما في حاويات، بدك تطلع مثلا بدك تلغي الغراض بدك تحطه بالشارع بلكي بيجي عامل نظافه بيشيله. هون بالمخيم لا في لا معوني ولا لا شيء تدفئة ما في، ويعني الخيمة بتفوت عليها وهيك فيها شوب ويعني بتنقط مثل مي، ويعني بدك تجيب أغراضك بيكون عبيني كل المي، ويعني هون حالة المخيم يعني صفر يعني ما فيها لا شيء ولا شيء. هلق تحتاج المصاري، الأكل، الشرب، كل شيء بيحتاجوه. بتمنى انه ترجع العيال على بيتها.